الشهداء ليهم حياة مليانة بالحب، مليانة بالتواضع، مليانة بالتسامح، مليانة بالمغفرة. يعني اللي عايز أقوله مستعدين داخليا في حياة روحية سليمة. وهنا أفتكر في أحداث البطرسية إن في بنات من اللي استشهدوا كانوا صغيرين في الجامعة، كلهم الناس دول استشهدوا راحوا اعترفوا قبل القداس بتاع يوم الحد بيوم أو اتنين، وكانوا مستعدين للحظة دي. بيكون حياتهم من جوه جاهزة